تاني يوم الاثنين بالليل او فجر الثلاث الصبح، وتاني الحكاوي الادبيه الساخره، وتاني حبيبي الاستاذ احمد رجب النداهه اللي ندهتني ومش عارف اخرج منها، والراجل العظيم اللي قضينا فترات جميله في حياتنا بنقرا قصصه الساخره وفلسفته وثقافته العاليه، وبرده كتاب الحب وسنينه، والقصه الرائعه الرجل الاسطوره استاذ مصطفى حسين الله يرحمه، مبين على كتاب الحب وسنينه حالة الرجالة اللي فاكرين روحهم ناصحين وشطار وبيلعبوا بدينهم ومسيطرين، ادي حالهم على الكتاب. والرجل الأسطورة الصورة بتقول، تعالوا نقرأ: لا غنى لي عن صديقي زاهر، انني ارتاح كثيرا ككل اصدقائي الى صحبتي، فهو ليس انسانا غير عادي فقط، بل هو اختراع باهر، اذ ان عنده اخلاقا، وهو يتفرد بسمات وسجايا رشحته لكي يبرز في مجال العلاقات العامة ويتقلد فيها أعلى المناصب. ولا شك أن تخصصه في العلاقات العامة أضاف إليه التمرس في فن معاملة الناس، فبرع في الأمر المستحيل، سيكولوجية إرضاء الكل. ولا يستطيع إنسان أن يشهد بأن زاهر فقد أعصابه مرة، أو رفع صوته الهادئ، أو خانته اللباقة يوما، أو غابت الابتسامة عن شفتيه. ولقد تسببت هذه الابتسامة الدائمة في متاعب كثيرة أثارتها زوجته، إذ اتهمته بأنه يبتسم في وجه كل امرأة، وحينما تأزم الأمر بينهما وأهانت زاهر بكلام جارح ظل يبتسم أيضا، ثم تبين أن عضلات فكه تصلبت على هذه الابتسامة. ونصح صديق لنا من رجال القانون بأن يرفع دعوى على المؤسسة التي يعمل بها، لأن هذه الابتسامة تعتبر إصابة عمل، فهو بحكم عمله مضطر للابتسام في وجه الجميع تماما كمذيعة التلفزيون. ورغم العلاج الطبيعي بتدليك عضلات فكه، إلا أنه استمر يبتسم في صحوه ونومه، ويبتسم حتى وهو يجالس زوجته. ماشي. والحقيقة أنني أعتبر زاهر ضرورة هامة من ضرورات حياتي، فهو الصديق القادر على العطاء دون مقابل، وهو يترك لي متعة الحديث عن نفسي كما أشاء، فأحكي له عن مغامرات نسائية لم تحدث أبدا كشأن معظم الرجال، وأشعر بغبطة عظيمة وهو يشيد بمواهبي في فن مناورة النساء، ويبدي إعجابا بلا حدود بخشونتي في معاملتهن. كلنا ذلك الرجل. ثم أن زاهر يمثل ركنا هاما في حياتي الأسرية، فإني أعتمد عليه تماما في فض الاشتباك بيني وبين دانييلا التي أدللها باسم دونا المجنونة، فهي انفعالية المزاج عالية الصوت كمعظم نساء الجنوب الإيطالي، وهي مجنونة بحبي، وهي لا تتورع في ثورات غيرتها أن تقذفني بما تصل إليه يدها. وبفضلها عرفت أن الزواج يساعد على اكتساب الخبرة في الإسعافات الأولية. قلنا راجل مسيطر ذكر. يعني إن الحياة مع دانييلا صعبة، والحياة بدونها شبه مستحيلة، فأنا أعشقها حقا، لكن المشكلة أنها تعتقد أنني دون جوان خطير لسبب يتعلق بوسامتي واهتمامي البالغ بملبسي وأناقتي. وسامتي برضو يا جماعة للي ما يعرفوش، ده رأينا كلنا في نفسنا، رأي كل الرجالة، مع أنني لست دون جوان، ولكنني أدعي ذلك أمام خاصة أصدقائي، إذ أميل إلى أن أجنح بخيالي إلى خلق قصص وهمية أحكيها لزاهر بالذات، سترا للمواقف التي أتعرض لها في ثورات غضبها، فهو يراني في مهانتي أستعطفها وأسترضيها. ولابد أن يعرف أنني مرغوب من الأخريات التي أزعم في حكاياتي أنني أعاملهن بغلظة وجفاء. ولقد زاد الأمر صعوبة أن دانييلا عندما تنتوي إثارة أزمة تزيد من جرعة الشراب حتى تصبح جرأتها أكثر ويدها أطول. وقد كانت دانييلا تؤكد لي أنها لا تحب شرب الخمر ولم تجربه أبدا، إلى أن أنحت عليها صديقة دعتنا ذات ليلة فشربت دانييلا الكأس الأولى، ثم مالت على أذني تهمس: هذا الويسكي مغشوش. ليلتها أبدى زاهر انبهاره بحاسة التذوق عندها وكيف تكتشف الأشياء دون سابق تجربة، واستطاع أن يقنعني بذلك. برضو الأستاذ أحمد رجب بيمثل صورة الرجل المسيطر الفاهم الواعي ناصح. ولقد علمني زاهر أشياء كثيرة، لعل أهمها ألا أستسلم للحظة انفعال طائشة. وعرفت عن تجربة أن لحظة غضب أنفجر معها في وجه دانييلا قد تجر مشاكل أكبر، مثلما حدث ذات يوم وأصرت دانييلا على أن أطلقها وأن تقاضيني لأنني ضربتها. وقد بذل زاهر يومها جهدا مضنيا في وساطته، وقال لها في سياق الحديث أن هناك مثلا أسبانيا يقول: إذا ذهبت إلى المحكمة من أجل خروف فسوف تفقد البقرة.
وانتهى الأمر بأن قالت دانييلا وهي تنظر نحوي: حسنا، لن أذهب إلى المحكمة من أجل هذا الخروف. فهمنا بقى الرسمة بتاعة الأستاذ مصطفى حسين. وتدخل زاهر وهو ينظر نحوي بغمضة سريعة، وهي حركة يأتيها عندما يرجوني أن أهدأ وأحني رأسي للعاصفة، فقد لاحظ توتري من أنني خروف. وعندما مضت دانييلا إلى الداخل أقنعني زاهر بأن الخروف في مثل هذا المثل الذي قاله ليس المقصود به أنا، لأن الخروف في المثل خروف أسباني طبعا. وطبعا الراجل الناصح الجدع ذكر اقتنع. ومع العام الرابع من زواجنا كنت قد تعلمت أن أروض نفسي على احتمال ثوراتها، وربما شجعني على ذلك سعادتي الخفية بغيرتها المجنونة علي، وأن غضباتها الحمقاء تنتهي أحيانا بارتمائها باكية بين ذراعي. في عيد ميلاد زاهر كان الحفل الساهر يضم جموعا من أصدقاء الرجل الذي يمد جسور الحب والمودة مع كل الناس. وفي ركن هادئ بعيد عن الزحام التقيت بسيدة تبحث عن شعلة لسيجارتها، امرأة جميلة رائعة القوام، حالمة الملامح، شاعرية الجمال، يتسلل من عينيها سحر أخاذ. الابتسامة التي طالعتني بها تذهب العقل. ماذا جرى لي؟ لأول مرة منذ زواجي أريد أن أغازل امرأة. زواج اللي هو من 4 سنين، صمد 4 سنين الراجل. طيب المفروض نبقى فرحانين بيه. أصنعت أفتش في جيبي عن الثقاب الذي أحتفظ به باستمرار، لأن دانييلا تفقد دائما ولاعات السجاير، وقدمت نفسي للسيدة الجميلة بعد أن أشعلت سيجارتها. حسين الكريتلي: مدام بركات، درية بركات، تشرفنا يا فندم. سيجارة؟ شكرا، أقلعت عن التدخين. هذه قوة إرادة. إنها قوة إرادة زوجتي التي رأت أن تضيف نفقات سجائري إلى مصروف يدها. فضحكت السيدة الجميلة بينما تلفت حولي حذرا من دانييلا، وعدت أتأملها بسرعة. ما أجملها! ثم لماذا أنا ضعيف دائما أمام التسريحة الشينيون للشعر الأسود؟ مش عارف شينيون ده مين بالظبط، إنما هي تسريحة واضح إنها حلوة. ربما لأن دانييلا منذ أن عرفتها تذهب إلى الكوافير وتدفع له حتى ينكش شعرها على طريقة أمنا الأولى. هل نكش الشعر يدفعون من أجل الفلوس؟ أمام مدام بركات شعرت بالورد الشقي يتحرك في صدري، أريد أن أغازلها، وكتني أقول: إني مستعد أن أشرح لك في التليفون كيف أقلعت عن التدخين. ما رقم تليفونك؟ قالت ولا تزال الضحكة على شفتيها: ومن قال لك إني أريد أن أقلع عن التدخين؟ قلت: ومن قال إني أريد رقم التليفون لهذا السبب؟ قالت: ولماذا إذن تريد الرقم؟ قلت: لأطمئن إن كان يقبل القسمة على 3. قالت: اطمئن. قلت: الحمد لله. ضحكت مدام بركات في نفس اللحظة، رأيت دانييلا مقبلة، قالت من بعيد: أين أنت؟ في محاولة فاشلة لكي أخفي ارتباكي قلت لمدام بركات: هذه زوجتي دانييلا. دونا يا عزيزتي، هذه مدام بركات، زوجة السينيور بركات، واحد من أعز أصدقائي. تبادلت المرأتان إيماءات الرأس من باب التحية، إذ لم تبادر دونا المجنونة بمد يدها، بل جذبتني من يدي قائلة: إن الأصدقاء ينتظرون هناك. ولقد توقعت أزمة بعد أن ضبطتني أقف مع السيدة الجميلة، لكن لدهشتي وجدت دانييلا صافية، وبدأ أنها لم تعر الأمر أهمية. وعدت معها إلى الزحام، ورحت أفتش بعيوني عن مدام بركات، ومضى الوقت دون أن تظهر، وشعرت بحزن يمس قلبي. في اليوم التالي كانت دانييلا تتزين أمام المرآة عندما سألتني: ما اسم صديقك العزيز الذي كنت تقف مع زوجته أمس؟ سألتها في عدم اهتمام المصارع: من؟ فؤاد زوج أمينة؟ قالت: أعرف فؤاد وأعرف أمينة. قلت بنفس اللامبالاة: تقصدين رضا؟ وقطعتني بنبرة مرتفعة: لا تتصنع البلاهة، إني أحدثك عن بركات. هل نسيت بركات؟ بركات، إنه من صفوة الأصدقاء. أسرعت أحيط زاهر علما بهذه الورطة، ورجوته إن سئل أن يقول لدانييلا أن بركات واحد من أعز أصدقائنا. وهنا استفسر زاهر عمن يكون بركات الذي أعني. قلت له: ألا تعرف بركات؟ كانت زوجته درية في عيد ميلادك، ولحسن الحظ لم تضبطنا دانييلا ودرية تقبلني.
ارتفع حاجباه في دهشة والابتسامة على فمه. درية؟ أجل يا زاهر، انتهزت درية فرصة وجودنا في الممر الخالي وقبلتني قبلة خاطفة. لكنك لم تخبرني من قبل بأن بينك وبين درية غراما. غراما عمره شهور، ولا بد أني حدثتك عنها ولم أشر إلى اسمها. الحق أنك محظوظ مع النساء، فإن درية حام حولها رجال كثيرون بلا جدوى. قلت ضاحكا: هل نسيت من أنا؟ أنا حسين الكريتلي. طبعا. فترة صمت لثواني، هززت بعدها رأسي متنهدا: هل تصدق أنها تهددني بالانتحار؟ درية تريدني أن أطلق دانييلا لأكون لها وحدها. ومضيت أروي لزاهر لقاءاتي مع درية، وجنح خيالي إلى بعيد يعبر في أحلام يقظة عما يعبر في أحلام يقظة عما جرى بيني وبينها. ثم أفصحت لزاهر عن خوفي من زوجتي التي تولي مشكلة درية اهتماما خاصا. إن دانييلا لديها رادار عجيب تظهر على شاشته أي امرأة تلوح في حياتي. أريد نصيحتك يا زاهر، ماذا ترى؟ قال بعد تفكير: لماذا لا تبتعد عن درية ولو مؤقتا؟ قلت ساخرا: يا سيدي، أنا مبتعد تماما، ولكنها تلاحقني وتهددني بالانتحار، فماذا أفعل؟ كنا نتناول عشاء خفيفا أمام التلفزيون عندما بدت دانييلا قطة وادعة ودودا، وقالت وهي تطعمني بيدها أنها كانت على شيء من الوقاحة في لقائها بمدام بركات، وقد استقر رأيها أن تصحح هذا الخطأ من أجل صداقتي بزوجها وتدعو الاثنين إلى فنجان شاي. قلت دون تفكير: ولكنهما لا يحبان الشاي. ما يحبوش الشاي. ترجمت دانييلا الارتباك الذي لم أفلح في إخفائه إلى علامة استفهام كبيرة، فاشتد إصرارها على دعوة بركات ودرية، ولم أجد بدا من أن أقترح عليها إرجاء هذه الدعوة حتى يعود بركات من الخارج، فقد زعمت أنني التقيت به في الحفل وأنه سوف يقوم في اليوم التالي برحلة عمل إلى أوروبا. وكالعادة فزعت إلى زاهر أستغيث به: كيف أدعو إلى بيتي رجلا لا أعرفه ولم أقابله في حياتي، وحتى إذا نجحت في دعوته كيف أظهر معه أمام دانييلا كصديقين قديمين؟ فكر زاهر قليلا ثم قال: وكيف نتصل الآن بعمرو بركات؟ اسمه عمرو بركات؟ استمر زاهر يقول: علينا أن نفكر بهدوء، فالموقف دقيق لأن الاتصال بعمرو بركات الآن مستحيل. لماذا؟ لأنه مات من 3 سنوات. ماذا تقول؟ أنت متأكد؟ قال زاهر: طبعا، فقد كان زوج شقيقتي درية. درية شقيقتك؟ أصابني ذهول عظيم عقد لساني. ماذا أقول لهذا الرجل؟ هل أقسم له أن كل ما زعمته عن شقيقته كذب وافتراء؟ هل أحلف له بكل المقدسات أنني لم أرى أخته إلا لدقائق يوم عيد ميلاده؟ هل أقول له أنني منذ أن عرفت دانييلا لم أعرف امرأة سواها؟ لا أدري ماذا كان يقول زاهر، وذهني غائب في الذهول الكبير، لكن كان يربت على ظهري مهونا، ووجدتني أقول له: بخصوص مدام درية أود أن أقول. ولم يدعني الرجل أكمل، بل استحلفني بألا أقول شيئا لأنه يقدر ظروف كل إنسان، ورجاني أن أنسى الموضوع كله حتى نتفرغ لإيجاد حل للمشكلة مع دانييلا. أي رجل خرافي هذا، وأي صديق له أخلاق الملائكة. قلنا بطل القصة دي رجل مسيطر وفاهم وواعي ومامية. وصلت المشكلة مع دانييلا إلى ذروتها، واكتشف زاهر أنها اشترت مسدسا، ولما صممت في ثورة جنونية أن أترك البيت لأنها لن تعيش مع زوج خائن، أعطاني زاهر إشارة بغمضة عينه أن أحني رأسي للعاصفة، فحملت حقيبة ملابسي إلى الفندق، وتفرغ زاهر لترويض تلك النمرة المتوحشة. لقد شاهدت جهود الرجل الجبارة وأنا أقف بالرصيف المقابل في ليل الشتاء البارد حتى تطفأ الأنوار في نوافذ بيتي بعد منتصف الليل، ويهبط زاهر فأسرع إلى لقيائي يؤكد لي: دانييلا سوف تعود إليك، هذا وعد. وذات أمسية شعرت بحنين جارف إلى دانييلا، ذهبت إلى بيتي وفتح لي زاهر الباب وهو يرتدي بيجامتي. قال لي بابتسامة ونحن بالباب: اغفر لي مظهري، ففي المناقشة من أجلك احتدت دانييلا وقذفتني بكأس النبيذ وانسكب على بذلتي.
ثم حانت منه التفاتة سريعة إلى الداخل، أشار لي بعدها بيده أن أنصرف حتى لا يتعقد الأمر أكثر، هامسا بوعده في تأكيد: دانييلا سوف تعود إليك. وما أن وصلت إلى الفندق راجل واعي وفاهم ومسيطر، حتى أجريت اتصالا مع مكتبي في باريس ليرسل إلى زاهر بدلة فاخرة من أرقى بيوت الأزياء بدلا من تلك التي أتلفها النبيذ. ذلك أقل ما يمكن أن أعبر به عن مشاعري نحو تضحيات هذا الرجل ذو الأخلاق الرفيعة. أستاذ مصطفى حسين عبر عن القصة دي كلها برسمة صغيرة حضراتكم شايفينها مع كلمة الرجل الأسطورة. الله يرحمكم يا حبايبي انتوا الاثنين، أرجو أن تكونوا سعدتوا يا أصدقائي معي بهذه القصة. ما تنسوش موعدنا اثنين وخميس، ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وسلام يا أصدقائي.